هذا سائل يقول: ما حكم الخوض بمسائل القضاء والقدر والبحث فيها؟ لا يجوز هذا، لأن هذا يحدث شكوكا عند الإنسان ولا يصل إلى نتيجة. القدر سر الله، ما يجوز إلا أننا نؤمن به ونثبته ونؤمن به، وأما أن ندخل في تفاصيله هذا لا يجوز، ما تصل إلى نتيجة، بل تصل إلى شك وتصل إلى أمور قد تفضي بك إلى الوسواس، وإلى ما كلفك الله بهذه الأمور. هذا آمن بالقضاء والقدر وخلاص يكفي. نعم.